أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يعد أحد أبرز البرامج التي يقدمها المعهد لمنتسبي القطاع العام من مختلف المستويات الوظيفية. جاء ذلك بمناسبة افتتاح البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بحلته الجديدة والذي يتكون من سلسلة من البرامج القيادية. ضمن المساعي الرامية إلى تطوير وتنمية مهارات الموظفين وفق أعلى المستويات، جاء البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بنسخته الجديدة والذي يقدمه معهد الإدارة العامة لمنتسبي القطاع العام من مختلف المستويات الوظيفية متضمنا سلسلة من البرامج القيادية. طبعا البرنامج الوطني يتميز في دورته الجديدة بإعادة تصميم بعض المواد وإضافة أيضا برامج جديدة، يمكن من ضمن البرامج المميزة اللي أضيفت، وطبعا هذا يحسب لسعادة الشيخة رنا بنت عيسى المدير العام للمعهد، أضفنا محور يتحدث عن البحرين، تاريخ البحرين وحاضر البحرين ومستقبلها. هذا المحور أضيف للمرة الأولى بهدف تعزيز الانتماء والولاء. فيه نستعرض في ماضي البحرين القديم، الحضارات اللي تعاقبت عليها. أول شيء أشكر معهد الإدارة العامة على تنظيم هذا البرنامج، تأسيس الموظف المستجد في القطاع العام. برنامج جدا مفيد، قدمت فيه نصائح ومعلومات قيمة حق الموظف المستجد. وبناء على دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية، تمت إعادة تصميم النسخة الجديدة من البرنامج لهذا العام لمواكبة التوجهات الدولية في مجال القيادة والعلوم الإدارية والأولويات الوطنية لمملكة البحرين، عبر تنويع أساليب التعلم بما يحاكي فضل الممارسات وتوفير بيئة تنافسية عادلة مفتوحة لجميع الموظفين في الحصول على فرصة التعلم والتدريب. جدا سعيدة اليوم بتواجدي في معهد الإدارة العامة، وسعداء أيضا وشرف لنا بتواجد الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة، واستفدنا جدا اليوم بالبرنامج والأيام اللي راحت، وإن شاء الله أيضا نستفيد في الأيام القادمة، وأيضا نتطلع لتطبيق هذه المهارات والدورات في جهة العمل. طبعا اليوم رابع يوم عمل في دورة بناء بتنظيم معهد الإدارة العامة. الحمد لله استفدنا استفادة كثيرة رغم الوقت المحدود اللي قضيناه الحين. من الدورات اللي استفدنا منها قيادة الذات وتنمية الموارد الشخصية والبشرية، وإن شاء الله نقدر نطبقها في بيئة عملنا إن شاء الله في المستقبل. البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يأتي ضمن رؤية مملكة البحرين لتطوير مهارات الكوادر الحكومية لتمكينهم من اتخاذ القرارات وبناء السياسات الإدارية التي من شأنها تطوير منظومة العمل الحكومي.